السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء كالعادة بهذا اللقاء المبارك المتجدد على أثير هذه الإذاعة الطيبة، ونسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا وإياكم في واسع رحمته في جنة الفردوس الأعلى مع سيد الخلق محمد بن عبد الله وصحبه الكرام ومن والاه. موضوعنا لهذا اليوم أيها الأحبة الكرام، وهو حديث حول حاجتنا إلى التفاؤل. واحد الموجة مرة كتصعب في المجتمع وتقتنص الكثير منا، وهي افتقاد التفاؤل. نحن محتاجين أن نكون متفائلين. هذا التفاؤل ما معناه؟ معناه انشراح القلب وتوقع الخير. كاين بعض الناس كتوقف أمامه كتشعر بأن القلب ديالو منشرح، وكتشعر بأنه سعيد ومبتهج ودائما يتوقع الخير في ما هو كائن وما سوف يحصل، بعكس ناس آخرين الله يحفظنا وإياهم كلقه منقبض القلب ودائما يتوقع الشر. احنا في حياتنا الطويلة والعريضة فوق هذا الكوكب الأرضي، قبل ما نودعو خصنا واحد الجرعة إضافية من التفاؤل. لماذا؟ لأن الحياة لا تستقيم إلا بجرعات إضافية من التفاؤل، فوائده لا تحصى. هذا التفاؤل كيقوي فينا العزيمة والإرادة، وكيبعث فينا الجد على العمل والإتقان في العمل، وكي يجلب لنا الطمأنينة وسكون النفس. اللي متفائل كتلقى فرحان مطمئن، وكتلقى دائما يعمل بجد واجتهاد، وغدا غادي يربح، ولا ربح اليوم بعد غدا غادي يربح، يعني أنه دائما يتوقع الأفضل. هذا التفاؤل هو من الدين، لأنه اقتداء بسنة وسيرة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كان كيقول تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه. وكان يقول وهو يتكلم عن التشريعات الإسلامية، كيقول سددوا وقاربوا وأبشروا. كان دائما في التطبيقات للأحكام الشرعية، رغم أنها تكاليف وفيها أوامر ونواهي، وبعض الناس ربما قد كيشعروا بالثقل ديالها، كيقول لهم سددوا وقاربوا وأبشروا. هذا هو الخطاب النبوي الراقي، وكان كيتكلم حتى على يوم القيامة، كيقول وأنا مبشرهم إذا أيسوا، يعني بعث لكي يكون مبشرا. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. خطاب تفاؤلي يطبع قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا التفاؤل نحن في أمس الحاجة إليه في حياتنا الاجتماعية، في العلاقات الأسرية، في شركاتنا، في إداراتنا، في مجتمعنا ككل، لأن التفاؤل يمكن كل واحد منا من إدارة أزمته بثقة وهدوء، فيحصل الفرج بعد الشدة. هذا التفاؤل
من شأنه أنه يقوي الروابط بين الناس، لأن الإنسان المتفائل محبوب عند الجميع ويستأنس بصحبته. المتفائل يقدر أنه يندمج مع الناس، سواء كان إنسان سياسي أو نقابي أو مصلح اجتماعي أو حتى تاجر يبيع ويشتري. فالإنسان المتفائل دائما الناس كيحبوه ولو يكون أي مهنة من المهن. سائق تاكسي مثلا إذا كان متفائل كتفرح تركب معه. حلاق في منطقة ربما قد تكون فقيرة ومع ذلك كتفرح لما كتحلق شعرك عنده لأنه متفائل. وهكذا قيس على ذلك، أي واحد مشيت عنده ومتفائل كتفرح. طبيب، مهندس، شرطي متفائل مستبشر كتفرح، كتشعر بالأمن والأمان. وأكثر من ذلك هالتفاؤل كيعطينا إحسان الظن بالله، لأن من حسن العبادة حسن الظن بالله. وربنا عز وجل يقول لنا أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا سيجد خيرا وإن ظن بغير ذلك فنسأل الله السلامة والعافية. التفاؤل ما هو ضده؟ ضده التشاؤم. كنلقاو بعض الناس عندهم هذه الصفة طاغية عليهم، التشاؤم واليأس والإحباط والإنهزامية والقنوط. هذه الصفة كلها مرتبطة بعكس التفاؤل. كتلقى كل واحد إلا اتسم بصفة من هذه الصفات أنه متشائم، أنه يائس، أنه محبط، أنه انهزامي، أنه قانط، هذه غتصيب الإنسان باضطراب نفسي وتصيبه ببلبلة في الفكر، وطبعا عمره ما يقدر يخدم، سوف يحرم من الإبداع، سوف يحرم من التفوق، سوف يكون في سلك الكسالة، في سلك البطالة، سوف يكون عبدا للخزعبلات، للدجل، للإشاعات المغرضة. هذا الأمر هذا سوف يوقعه إلى بلبلة في الفكر واضطراب في النفس، بل وأكثر من ذلك سوف يكون فريسة للأمراض. شحال ديال الناس فينا مرض الآن وكيمشيو عند طبيب وفي الأصل ماشي المرض ديالهم عضوي، معظمهم كتلقى المرض ديالهم فكري أو قلبي. كان واحد الحكيم كيقول إن قرحة المعدة لا تأتي مما تأكل ولكنها تأتي مما يأكلك. القرحة ديال المعدة، كاين بعض الناس كتقدرها المعدة، كيمشي عند الطبيب كيقول لي اش كليتي، ياك ما كليتي شي مادة قديمة أو شي خبز محروق أو شيء من هذا القبيل، ولكن هي في الأصل تأتيه مما يأكلك، يعني أفكارك السوداوية، مشاعرك السلبية هي اللي كتمرض الإنسان. هذه إشارة واضحة إلى الثمرة المرة لمضاد التفاؤل. خاص دائما الإنسان اللي بغى يكون سعيد في هذه الأرض الدنيا ويكون غادي في راحة وطمأنينة لابد أن يكون الشعار هو التفاؤل. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملي في مواقع مختلفة كيبين لنا عمق التفاؤل. ملي طردوه كفر قريش من مكة، ثم مشى الطائف وطرده سفهاؤها، وبقى سيدنا محمد في الصحاري، يعني حتى واحد ما بغي يأمن به، حتى واحد ما بغي يسمع الكلام دياله، مع أنه جاب رسالة من السماء ومكلف بأن يبلغها. ماشي غضب وماشي حزن وماشي ضعف، وإنما بقى صامد وقال الكلمة الذهبية ديالو: ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، ولن يغلب عسر يسرين. في ذيك اللحظة الحرجة كان كيقول ماشي مهم أنني نفشل، ماشي مهم أنني لا أحصل على أهدافي، ولكن ما دمت أنني عندي على الطريق الحق غنوصل الحق. لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ربما أيها الأحبة الكرام الكثير منا يتساءل، كيقول أنا بغيت نتفائل ولكن كيف يمكن أن أكون متفائلا؟
كنقول الاحباب ديالنا القضيه ديال النفس البشريه راه بحال الارض الفلاحيه. الارض الفلاحيه راه ممكن نزرع فيها القمح والشعير ونزرع فيها الورد وينبت الورد، ونقدر نزرع فيها الحنظل وما ينبت فيها الا الحنظل، داكشي اللي زرعت فيها. هكذا النفس البشريه لابد ان نقوم بزراعه التفاؤل في داخلنا. كل واحد منا يجول بقلبه في عمق التاريخ ويلاحظ بان القادة الكبار الذين غيروا التاريخ كانوا متفائلين. كل واحد منهم هاد الناس اللي هما زعماء وعظماء وكرماء في التاريخ باش فتنا فقط بانه كان متفائلا، كان كينظر عن بعد. وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قائدهم. اسمعوا مثلا يقول: ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. واش كاين شي تفاؤل اكبر من هذا؟ يعني القيامه قامت، كنشوفوا بان الكواكب تنفجر والشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر والناس يخرجون من القبور، علامات واهوال يوم القيامه. هذيك اللحظه غادي يكونوا الناس في فزع. لكن كيقول لنا رسول الاسلام والسلام، كيقول لنا: ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرس فليفعل. من ديك اللحظه في ذاك الموقف العصيب وعندك واحد النبته، واحد النبته غتزرعها، قال لك سير زرعها واخا كتشوف القيامه قائمه، ما تقولش امي انت اشقاء وتبقى تندب حظك التعيس، لا، سير وغرس هذه الفسيله وان شاء الله غينتفع بها غيرك. إذا ما انتفعت انت غينتفع غيرك وسوف يصلك الاجر والثواب. هذا حث على التفاؤل، حث على العمل. وان لم يبقى من الدنيا الا دقائق باش تبقى الدنيا دائما عامره الى اخر امدها المعدود عند خالقها. بعض الناس ربما كيقدر يكون في شي ورطه خطيره، ربما تراكمت عليه ديون، ربما عنده مشاكل في العمل مع رؤسائه، ربما عنده قضيه في المحكمه، ربما غادي يغرق. هذيك اللحظه كنقول لي: كن متفائلا، فقط اجعل قلبك مرتبطا بالله وتذكر قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قمة التفاؤل. ربنا عز وجل يذكرنا في كتابه العزيز لما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، غار ثور، مع سيدنا أبي بكر الصديق، وكانوا على مقربة من كفار قريش، وكان الخطر محدقا بهما، يعني هذه النهاية، ومع ذلك كان عنده تفاؤل سيدنا رسول الله لأنه نبي، كان متفائلا. ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني أبي بكر ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تحزن، إياك أن تحزن، تحزن ما تستحق منك الحزن، الدنيا كلها ثانية، لا تحزن إن الله معنا. إذا معك الله تعالى فأنت أغنى الأغنياء، أنت سلطان زمانك، فقط كن مع الله يكون الله معك. لا تحزن إن الله معنا، حالة حرجة شديدة، ومع ذلك الله عز وجل أعطاه الأمن والأمان والطمأنينة. لماذا؟ لأنه كانت له روح متفائلة. كثير جدا في ديننا الحنيف لا نحتاج أن نبحث عن دعم نفسي من ثقافة أخرى أجنبية، فقط نقلب في ديننا غادي نلقاو الذخائر، غادي نلقاو اللآلئ، غادي نلقاو الجواهر كثيرة جدا. من منا ينسى قصة سيدنا يوسف النبي الكريم ابن الكريم الذي بدأ حياته بالسجن وختمها بملك مصر، ولا ملك في مصر، ولا وزير متصرف في الشؤون الاقتصادية بذلك البلد الذي كان أيام زمان من أعظم بلدان العالم. هذا المقام اللي وصل له أنه ولا الوزير المتصرف في ملك مصر لم يؤهله لهذا المنصب، لا حسب ولا نسب، وإنما أهله ذلك علم وخلق وإيمان.
فهذا نعم عظيمة فيها فوائد كثيرة ربنا عز وجل أراد أن يعلمنا. احنا الواقع ديالنا اليوم كنلقاو فيه كثير من أنواع المنح المحن والرزايا. كنلقاو الناس كيصيبهم مرة نوع من اليأس والتشاؤم. كنقولوا لا، ينبغي أن نقوم بإحياء صفة التفاؤل. راه بحال البدرة ونفسك بحال الأرض، حرتها وزرع هذيك البدرة وغتنبت، وبإذن الله تعالى هذه الصفة سوف تأخذك إلى القمة بقوة الهمة، وسوف تضيء الطريق لأهلها. طبعا هذا التفاؤل ليس شعورا مصحوبا بالقعود، بل هو والعمل قرينان وصنوان لا يفترقان. لا يمكن أن أقول أننا متفائل ونربع إيديا، لا بد من أنني كنتوكل على الله تعالى وكنأخذ بالأسباب على قدر ما أستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونبدأ في العمل، نستشعر المسؤولية، نقوم بالواجب اللي هو يمليه عليه ضميري وديني، ونبدأ في العمل بإذن الله تعالى. عوض أن ألعن الظلام 100 مرة أوقد شمعة، ثم بعد ذلك أستفيد من الناجحين، أستفيد من المتفائلين، وأسير معهم في الطريق، وهكذا إن شاء الله تعالى سوف أصل إلى مبتغاي بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، الموضوع ديالنا حاجة من التفاؤل غادي يكون إن شاء الله شيق معكم. بغينا نسمع منكم المشاكل ديالكم، ونسمع منكم القضايا اللي عشتها، ومن خلال ذلك سوف نعمق الحديث عن قضية التفاؤل. أرقامنا أيها الأحباب الكرام هو 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. وكان بغي نقول بأن الخطاب موجه للجميع، وخصوصا الشباب، شباب هذه الأمة اللي هما الجيل اللي غادي يكون إن شاء الله تعالى فيه النهضة وفيه الريادة. لا نريد أن نقول بأن هذا الجيل اللي يعيش معنا الآن هو جيل فاشل، هو جيل مهمش، هو جيل تائه. بالعكس، هذا الجيل إن شاء الله تعالى غادي يكون جيل التفاؤل، جيل البناء، جيل التعمير، جيل التقدم إلى الأمام، الجيل الذي سوف يرفع راية الإسلام وراية الوطنية وراية القيم الإنسانية وراية السلام والتقدم والازدهار والرقي، جيل يخط طريقه إلى المستقبل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك والمباشر، ونبدأ الآن في استقبال المكالمات. نبدأ من مراكش مع أخينا محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصقر؟ لاباس عليك؟ بخير، حياك الله سي محسن. بخير، لاباس عليك؟ ولله الحمد، الله يبارك فيكم مولاي. شكرك بزاف أخويا، راه البرنامج ديالك وديما كنستمع عليك. يا مرحبا خويا. خويا راني مرتاح شويه تقريبا، اسمع لي وصافي. نعم سيدي. عندي واحد المشكله خويا، نوبج لي في راسي بزاف. ما كاين باس سيدي، بقيت حامل راسي. فهمت؟ ما بقيتيش حامل راسك؟ طلب كنا جاتني شي ما عرفتش كنقول لك. الله يحفظك، الله يحفظك السي محسن، الله يحفظك اخويا. محسن قول لنا شحال العمر ديالك؟ 24. واش كدير في الحياة؟ كنخدم سيكيريتي بالله. مزيان. واش وقع لك شي حاجة في الحياة ديالك اللي خلاتك هكذا متشائم قلق، ما حامل راسك، ما حامل الناس اللي حداك؟ اش وقع لك اخويا محسن؟ المشكل اللي وقع لي هو ضيعت الشرف ديال واحد البنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمتي؟ ولو هي نقولوا هي فهمتي مفوقاش داك الشيء، وإني أنا بقى فيا الحامل، يعني درت واحد الذنب كنظن ما يغفرش عليا ولي الله سبحانه وتعالى، يعني ما بقيتش حامل راسي. فهمتي؟ يعني صافي كنشوف راسي كافير وليت ما بقيتش. الله يحفظك، الله يحفظك. هذا دم عظيم، ولكن رحمة الله تعالى أوسع. دابا أنت سي محسن كتشعر بتأنيب الضمير ديالك. بزاف، راه وليت كنفكر في المشكله اللي درت انا. وهذا يعني ان الضمير ديالك حي.
حيث الانسان اللي عنده الضمير حي هذا رجل يعني نبيل في المقام ديالو. اذا انت درتي خطيئه ولكن اكتشفتي بعد ارتكاب الخطيئه بان عندك ضمير حي وهذا خلق نبيل فيك السي محسن. الله يبارك، ما عرفتش راه كنقول لكم غنتسيا وغنتهنى من هذا التفكير. السي محسن هاد البنت هذه واش ما حاوليش انك تصلح هذا الخطا معها؟ ما عرفتش دابا هي فهمت، هي من بعد تقول لي والو، هي فهمت بغات تقول لي نقول راه درتي لي ودرتي هي حرفت خمس دور فهمت. بغات خمس دور لهذ البنت هي الله يحسن عوانا لا سولناها الان غتقول لك بانها كتمنى ربما الموت اكثر منك لان غنلقاوها محطمه لان فقدت اعز ما تملكه الفتاه وكتشعر بانها جثه هامده ولكن كتبغي تستر كتبغي تسكت، يعلم الله تعالى اش وقع لها في الداخل ديالها. ما عرفتش المشكلة انا راه تقريبا اكثر منها، ولو انا يعني انا واخا انا حاسس مضى عليا والو هي مضى عليها اكثر مني انا. نعم. ولين انا حاسس بحال اكثر منها هي، يعني انا ضميري ألمني بزاف، ندمت واحد الندم قلت لك ولو ما شاء الله ما شاء الله. سي محسن هذه الواقعة شحال داز عليها دابا الآن؟ بس 20 يوم هكا. 20 يوم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. محسن أخويا باش نستفدوا منك لأن الآن كيسمعوا فينا بزاف ديال الناس وربما شحال من واحد راسه سخون عليه وبغي يرتكب شي خطأ ولكن في الأول الإنسان قبل ما يرتكب الخطأ كيشعر بواحد واحد الاندفاع قوي ولكن ملي كيوقع في الخطيئة كيشعر بالندم الشديد. لو أن السي محسن رجعنا بك للوراء واش كنتي غتوقع في الخطيئة وتقول لا ما نوقعش فيها؟ لو رجعنا بك للوراء 30 يوم مثلا قبل ديك 20 يوم كون كان زماني رجع للوراء دكتور كون كان زماني ما عرفتش كيفاش هاد الشيء يعني انا عرفتي شنو كنت منك وكنت غير كنحلم كاع ما شاء الله لا اله الا الله يعني ملي عرفتي شنو ما بقيتش من راسي بزاف كاع لاخر درجه ما بقيتش كنهضر مع بنادم فهمتي ديك الضحك ما بقيتش كنضحك ما شاء الله بقات لي يعني الدنيا حتى شي حاجه ولو ما فهمت ما بقيتش حامل راسي يعني ما شاء الله لانه فهمتي واحد الدل لا يغفر عنه لا اله الا الله شي ولو مفرق يقدر يغفر لي الله ندير اي حاجه نضرب نشفار اي حاجه نقدر نديرها نقدر نطلب الله سبحانه وتعالى يغفر لي وان هذا عرفتي راه شرف ديال شرف بحال قتل النفس البشريه كتشعر بيه بحال قتل شي واحد ما شاء الله لا اله الا الله. سي محسن ضميرك ألمني بزاف عرفتي موسوس نتصور ما كنعسش دابا انا ما شاء الله دابا راني خدام دابا شاد سيكيورتي ديالي بالليل نعم وبنهار ما كنعسش كاع سي محسن دابا كنعس ليلي الله ما عارف وكاك وليت مع الصباب بوحدي لا اله الا الله. هاد الواقعة اخويا محسن ملي وقعت كانت واحد بحال قلتي متعة، الانسان بغى ياخذ واحد المتعة دامت دقائق دقائق معدودات ولكن الندم استمر هو 20 يوم وربما الله يعلم في المستقبل. يعني باش السي محسن بغيناك توصينا وتوصي الشباب وتوصي عموم المستمعين كيفاش ان هذيك النزوة كتجي واحد اللحظة كيعود الانسان ضعيف ولكن كدوم خمس دقائق عشر دقائق ولكن فيما بعد كتجي واحد الندم طويل وندم عريض. بغيناك توصينا السي محسن حتى انت شعر بهذا الجرح. توفي اخويا الشباب واي شابه اي شابه انا انا خصوصا البنات اي بنت تمشي مع شي واحد كنقول اختي ما تمشيش معاه ولو يكون ما عرفت اش نعم فهمتي ولو يكون خالتي ولا تعرفيه ولا كيقرا معاك ولا فهمتي نعم يعني انا كون ما مشيتش معايا كاع ما غنوقعش انا كاع في هذا الشيء. سي محسن واش فهمتي القول ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما؟ استشعرتي بهذا الحديث؟ كاينه يعني الشيطان هو اللي غرمني انا كاع ما شاء الله يعني غير النفس ديالي يعني دابا نفسي متحكمتش فيها يعني فهمت كنت تحكمت في نفسي غير واحد شويه ما كنتش غنوقع في الواقعه يعني. لان اللحظه فاش وقع الواقعه يعني العقل اصبح محجوبا. المشكلة أنا ما عمرني تقريبا كنقول أنا والله أعلم ما عمرني فهمتي إن واحد الإنسان لا خاف راسي ما كان فراق من بليس نقولوا شي بلية خايبة كنت لي ولا كان شراب ولا فهمتي ما عندي سوق في الناس ما كنهضرش في عباد الله فهمتي خدام كنترزق الله على والدي على خوتي المهم ما شاء الله ما عرفتش أنا كيفاش غنقول لك راني محطم وصافي الله. نعم سي محسن دابا الآن ملي وقع ما وقع الانسان خطا، ابونا ادم عليه السلام بدا اول
حياته بخطيئة لما أمره الله عز وجل، وبل نهاه أنه لا يقرب هذه الشجرة، فاقترب منها فإذا به يقع الذي يقع مما يعلفه الجميع. سي محسن، هو أن الخطأ وارد، والبشر سمي بشر لأنه ينسى، من إنسان من النسيان، لكن الله تعالى ولله الحمد والمنة فتح لنا باب التوبة على مصراعيها، وأخبرنا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال لنا الندم توبة. الندم، انت ما دمت السي محسن كتشعر بالندم، معنى ان ضميرك حي ومستيقظ، والندم توبة. اللي عليك السي محسن دابا الان هو انك تحاول ما امكن انك تقلع عن هذا الذي وقع، وتستمر في الندم، وتبدأ في الاستغفار، وربنا جل جلاله رحمن رحيم. الله الله الله، الحمد لله أننا نحن أهل الإيمان، أكرمنا الكريم بنعمة الاستغفار ونعمة الندم. أقول لأخي محسن، أنت لك من اسمك نصيب، أنت محسن، وقع الذي وقع وشعرت بالندم، والندم توبة. ما نوصيك أخي محسن ونوصي أنفسنا به، أن نحذر من مكائد الشيطان، فإن الشيطان شاطر، وربنا عز وجل قال لنا في كتابه العزيز: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا كنت الآن أخي محسن تشعر بالندم وبالتمزق، وبأنك تشعر بانهيار، فلعل تلك الفتاة تشعر أضعاف مضاعفة مما تعاني منه، وهذا كله دليل على قوة الإيمان واليقين. فوقع أن صحابيا جليل أنه وقع في الذي وقعت فيه، فكان حزينا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصابك؟ قال: ذنبي أعظم، ذنبي أعظم. قال: والله أعظم وأكرم، الله أعظم وأكرم. رحمة الله تعالى واسعة، وربنا عز وجل وعدنا بالمغفرة إذا استغفرنا، إذا استغفرنا وندبنا وأقلعنا وعقدنا الأمل والإيمان والإرادة أننا لن نعود أبدا. الله تعالى وعدنا بالمغفرة، بل أكثر من ذلك، قال لنا الله جل جلاله: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى إذا القى العبد المؤمن المذنب بأنه فعلا يشعر بالندم الشديد، ربي عز وجل وعدنا أنه فقط لا يغفر الذنوب فقط، وإنما أكثر من ذلك، يغفر الذنوب ويعوضها حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأكثر أخي محسن الاستغفار ومن التوبة. إذا لقيت ما تصلح اصلح، ما لقيتش بعد، والله عز وجل هو كفيل بأن يصلح ما أفسده الدهر. وهذه فرصة نتواصل جميعا أيها الأحبة الكرام، بأن الشهوات والملذات عمرها قصير، لكنها يعقبها ندم شديد وشديد، فلنأخذ العبرة من أخينا محسن. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه وعلى عباد الله المؤمنين أجمعين. ونتحول من مراكش إلى إقليم الدروة مع أخينا أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير بخير. حياك الله سي أيوب. بس عليك. ولله الحمد خويا. خويا أنا 4 سنين ما شايف والدي يا ودي الحاج. الله 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 الله. 4 سنين. ما شاء الله. سي أيوب فين تكون أنت في الدروة؟ أنا في الدروة. والوالدين فين كاينين حاليا؟ في زاكورة. في زاكورة. وعلاش ما شفتيش والديك أخويا؟ أودي من بليد بحشيش. الله الله الله. لا إله إلا الله. سي أيوب شحال العمر ديالك ولدي؟ 23 سنة. ما شاء الله. وكيفاش انتقلتي من زاكورة وجيتي للدروة؟ جيت باش نخدم، باقي 12 دراري هما اللي زعموني لهاد الشيء، وبقيت من بلي أنا عساس. عساس؟ لا إله إلا الله. ما شاء الله. وملي تبليتي بهاد البلية هادي شعرتي بأن حياتك تغيرت؟ تغيرت. لا إله إلا الله.
ما شاء الله. سي أيوب نطرح لك نفس السؤال، لو رجع بك الزمن إلى الوراء كون ربما بقيتي مع الوالدين في زاكورة وقنعتي باش ما قسم الله تعالى وموقعتي مع هاد الشباب اللي غادي يغروك وغادي يبليوك بهاد البلية، من أحسن من أحسن الحال كون بقيتش مع والدي حتى الليل؟ كان غادي يحميوك، غادي يسولو فيك، غادي يراقبوك، تشعر بالرقابة. دابا أنت الآن مع الغربة ما بقيتش كتشعر بالرقابة، حتى واحد ما حاضيك وحتى واحد ما كيسول فيك، لهذا زعمتي. مريح ابو عديده بنيت مريح. ما شاء الله. سي ايوب كيفاش اول مره خديتي هاد المخدرات؟ لقيت مع واحد الدري هو اللي زعمني على هاد الشيء، هو اللي بلاني بدو عربي كما كيقول. قال لك غير دوق، قال لك غير جرب. هاجرني صراحه الى الله. ما شاء الله. وملي جربتي سي ايوب واش جسمك ارتاح، عقلك ارتاح، ولا عاد شعرتي بالعذاب؟ الله شعرت بالعذاب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وسي ايوب هاد المخدرات حنا عارفين الثمن ديالها مكلف وانت خدام غير حارس، هاد المال منين جبتيه اخويا؟ كناخذ 2000 درهم في الشهر. اييه نص ديالها تقريبا 500 مخدرات. لا اله الا الله. لا قريب من اللي مات انا. ما شاء الله ما شاء الله. والديك دابا قالوا انت راك مشيتي جيتي للمدينه للدروه قريب للدار البيضاء غتخدم وزعما غتوفر وغتصيفط ليهم وتعاون معهم، واش كتصيفط لهم شي حاجه؟ لا واش كيعيطوا لي دابا حاليا، كيعيطوا لي على حسب الفلوس وكنقطع عليهم التليفون ما عنديش. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسي أيوب دابا واش عندك شي مخطط في المستقبل ديالك أنك تقلع عن هذه المخدرات، ولا كتشوف راسك بأنك مغلوب وتحكمات في هذه المخدرات؟ كنحاول كنحاول ما مرة ما يجوز ما ثلاثة يومين ثلاثة أربعة باش نعوض نفس المشكل. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سي أيوب واش قريب لكم شي جامع كتسمع الأذان وكتمنى تمشي تصلي فيه؟ قريب ليا وكنمشي للجامع وكل شيء، ما كان زعما ما كنقطعش الجامع. يعني أنا ما كنمشيش للجامع، كان قريب ليا الجامع حدا الدار. إييه كنمشي للجامع مرة مرة ومرة كنصلي في الدار والدار. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفرج عليك يا ربي يا كريم. ودابا سي ايوب في النظر ديالك كيفاش ممكن باش تقلع عن المخدرات حسب النظر ديالك؟ واش كاين شي وسيله كتفكر فيها باش ديرها باش تقلع؟ لان ما تقدرش تستمر، عارف بان هاد المخدرات هي تهدم وتدمر وتضيع المال وتضيع الشباب والصحه، واش عندك شي اراده وعزيمه انك تقلع؟ امراضي مني لك انا، ما نكذبش عليك وديال حاجه، ضمني لك. ما شاء الله. مانتيش قدرش نتفارق معاه، والله ما بقيتش نقدر نتفارق معاه. حتى نقطعو يومين ثلاثة ثلاث أيام أربع أيام، وكنعاود ثاني نفس المشكل تنمشي نرجع عليها. لا إله إلا الله. نحاول ما مرة ما جوج ما ثلاثة حاولت، ولكن مشي لا عطا الله. كتفكر أيوب لما كنت عندك ربما شي صورة ديالك قديمة قبل ما تاخذ المخدرات، وكتشوف راسك كنتي وكيف وليتي، ربما كيبان لك الفرق. الفرق كبير بزاف الحاج. فين كيبان لك الفرق السي ايوب؟ واش في البشره ديالك، في الاسنان ديالك، في العيون ديالك؟ كلشي اصلا انا حيت كنت سلاب. اييه انا نقول نزيد دابا ما قال لا والو، دابا كلشي مشى ولكن ان شاء الله كلشي غادي يرجع باذن الله، كلشي غادي يرجع. حنا كنا كنتكلموا اليوم ايوب على حاجتنا الى التفاؤل، وحنا ما عندناش حاجه مشات، اللي مشات غترجع باذن الله بقوه العزيمه وقوه الاراده باذن الله. سي ايوب دابا الان بغينا منك ولدي واحد الوصيه توصي الشباب ديالنا اللي هما باقيين على البر، وربما الزيغه مره كتخليهم انهم يقتربوا من المخدرات. انت ولدي جربتي واكتويتي بالنار ديال المخدرات، كيفاش توصينا وتوصي الشباب ديالنا باش تكسب اجر وثواب باذن الله؟ انا تنقول لهم لا تداري الشباب اللي باقي لا وما والو، بعدوا من هذا الشيء واللي فيك مي بعدوا منه اصلا. اييه ما بقاوش يتجمعوا مع اللي فيك اصلا، اللي فيك ولو غير الكارو يتشعل الكارو. نعم ما يجيش لحباه. نعم يتم اللي فيه يجرب بنادم من البلاد. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة عليك ما والو. كيجي واحد كيبقى هكا شعايم طير عادي صافي
فيك البرا ما عندك نت. ما شاء الله. سي ايوب توحشتي الوالدين ديالك؟ توحشهم بزاف، انا مريح كنت انتياب وحدي. الله اكبر، لا اله الا الله. عندك شي اصدقاء اخرين كتحاول انك تبدل الجو معهم؟ لا ما كاينش عندي اصدقاء، عشت انتياب وحدي انا ما كنشوف حتى شي واحد. مره كنخرج كنمشي للحان وكنطي غراضي كنرجع حتى الحلقه الله راه كنمشي نصلي. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله تعالى شوف السي ايوب بحال الاخ اللي تكلم قبل منك محسن، حتى هو حارس ليلي وقع في حيت كل واحد عنده نقطه ضعف ديالو، هو وقع في الخطيئه ديال الشرف، لكن هو اسمه محسن ولكل منا له نصيب من اسمه، هو اسمه محسن وان شاء الله تعالى سوف يحسن العمل في المستقبل. انت اسمك ايوب، وأيوب أيضا له دلالة عظيمة، نبي الله أيوب مثال في الصبر، وانت إن شاء الله تعالى سي أيوب غادي تسلح بالصبر، وإن شاء الله تعالى العزيز الكريم غادي ترجع أحسن مما كنت. أول حاجة غنبداو بها سي أيوب هي الشعور بالندم. في الأول اللي بغى يتغير من الداخل خصو يستشعر بأنه هذا الأمر خاطئ اللي كيقوم به، ثم يبدا يشعر بالندم، يتمنى الضمير ديالو حي يؤنبه يوبخه يعاتبه، ثم بعد ذلك كان بدأ السي أيوب انبعد من الرفقة السيئة وانبعد من العزلة. جوج الأعداء ديالي، العدو الأول الرفقة السيئة، هادو اللي كيدخنوا وكيتجمعوا على النكات الساقطة وكيبقاو يجروني إلى الفحشاء، هذا عدو أول انبعد منه. العدو الثاني هو العزلة، ديك الخلوة اللي كنبقى فيها بوحدي، حتى أنا باقي مازال ماشي بريت تماما، إلا بقيت في الخلوة بوحدي كيتصاحب معايا الوسواس، الوسواس كيتصاحب معايا وكيقول لي كلام وكلام وكلام. خاصني نقلب على صحبة طيبة، نقلب أخويا أيوب على شي صحبة طيبة، شي ناس اللي هما من أهل العلم ومن أهل الدين من أهل الرياضة من أهل أي عمل صالح، نتعرف عليهم، نمشي للجامع نسمع الصلاة نصلي معهم، ونخرج على برا نلقي شباب في الحي إما مبليين بالرياضة نطريض معهم، إما بالفن والثقافة والأدب والإبداع ندير معهم أي حاجة، إما العمل الاجتماعي. المهم واحد الجماعة اللي تكون كتقوم بعمل صالح بناء في المجتمع، ندخل وسط منهم، لأن الإنسان ابن بيئته، إلا بقى بوحده غادي يكون فريسة للوساوس وفريسة لمكائد الشيطان، ثم سرعان ما يعود إلى أصدقاء السوء. نقلب على أصدقاء ديال الخير، وملي نكون كنصلي السي أيوب غنطلب الاستعانة بالله، غنقول يا ربي أنا عبدك الضعيف، أنا ضعيف، أنا كلما عزمت على التوبة وكلما ندمت كنضعف وكيغلبني، كتغلبني هاد البلية كتجرني، يا ربي إني أستعين بك، يا ربي اصرفها عني، يا ربي باعد بيني وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب. في الخلوة ديالي لكنت وما كان معي حتى واحد، يكون صاحبي وجالسي هو الله جل جلاله، نسجد ونقول يا ربي وقع لي وقع لي ونشكي عليه همي، يا ربي راني بعيد عن العائله وراني تقطع بي الحبل وراني ضعافيت وراني ما بقت عندي قوه ولا جهد، وراني كلما عزمت على الاستقامه الا وغلبت على امري، يا ربي استمد منك المدد استمد منك القوه، اعني لا اقدر لا اقدر، اعني يا الله. وتشوف بان الله عز وجل اجمل البشارات، غتشعر بواحد الانشراح في القلب، وغتشرح بان اللسان ديالك ما دام اصبح رطبا بذكر الله غيعود يمقت ويكره هذا الامر اللي هو خبيث، ثم غتلقى نفسك بان الله عز وجل يلاقيك مع الاخيار، الله تعالى طلبت منه الاستعانه غادي يصرف عليك الاشر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.